السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، أهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. رجعنا لكم بعد عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك. تحية لكل فلاحي العراق وكل منتجي الثروة الحيوانية بمختلف المحافظات، ويا رب إن شاء الله أعيادكم مستمرة بتوفير الدعم الحكومي والإنتاج الكبير اللي اليوم لولاكم لانهار الاقتصاد العراقي. طبعا اليوم موضوعنا مثل ما تعرفون نظام برنامجنا، لما يعني اليوم ننتج حلقة عن موضوع معين لازم نتكلم به بأمور الاستوديو، نعرف حيثيات نلتقي مع مختصين. كان آخر حلقة عندنا هي على موضوع الدواجن، الصعاب اللي تواجهها، كنا دائما مواكبين لمسيرة قطاع الدواجن بالعراق، ولكن للأسف يوم بعد يوم قلة الدعم قلة الاهتمام بهذا القطاع ممكن يتراجع أكثر وأكثر بعد ما شاهدنا سنوات حقيقة ارتفعت اليوم الإيجابية بهذا القطاع، لكن للأسف مستمر موضوع قلة الدعم الحكومي والاهتمام وحماية المنتج المحلي. مثل ما قلنا موضوعنا اليوم على الدواجن، وأكيد نستضيف المهندس محمد جفلا وعبود عضو مجلس الإدارة الجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن. أهلا بك حاج. أشكرك الله. صحتك إن شاء الله تكون بخير. الحمد لله بارك الله بك. طبعا نشكرك أنه عناء الطريق من محافظة بابل إلى العاصمة بغداد. وأنا أشكركم كثيرا وأشكر قناة الأيام الفضائية لإتاحة هذه الفرصة، وأشكر كادر أرض السواد. أرض السواد، وكل عام وأنت بألف خير. ربي يخليك، كل عام وأنت بألف خير، ولكل المساهمين بقطاع الدواجن. الله يبارك. طبعا خلينا ندخل بموضوع الدواجن. يوم من الأيام قبل عدة أشهر زرت الحقول الخاصة بحضرتك، وأنت كنت مشغول. نعم. ابنك الله يحفظه استقبلنا. نعم. علي الأخ علي، وكان استقبال جميل وتحدثنا به على الكثير من المواضيع. كان الواقع مؤلم، الواقع سيء، تراجع كبير بالإنتاج بالدواجن. الآن الوضعية أفضل من ذيك الفترة لو نفس الفترة لو شنو؟ لا، الآن أكثر تحديات. يعني إحنا دنا صارع صراع مع كل المشاكل. يعني إحنا لا تزال مشكلة الكهرباء هي قائمة، توفير الغاز من الصعوبات أيضا. تبعتنا الآن قضية المياه. مياه؟ شرب. مياه. لا نعم. مي شرب للدجاج ما يقدر نوفر. نشتري تنكرات. تنكر يعني يوميا ب 350 ألف مي يجينا للدجاج للشرب. للتبريد مياه مالحة. نحفر آبار تطلع مياه مالحة. صحيح. شغل منظومة آرو تحلية المياه صعبة جدا. لأن المياه جدا مالحة. يعني ما تنفع. ماكو مي. نبغي تحديات جديدة. أي معاناة هسه الآن، معاناة. مع ذلك إحنا مستسلمين لكل هاي المشاكل، مستمرين بالإنتاج وجادين من أجل مصلحتنا والكادر اللي ويانا من العمال والعوائل اللي عايشة ويانا، والحمد لله والشكر. أريد أعرف نشاطات الجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن. هل إنه عندكم علاقات مع الجهات المختصة تقوم يا بعدنا هذه المشاكل ممكن تجينا؟ نعم نعم نعم. جميع العراق لرعاية منتج الدواجن عندنا مقرنا في بغداد، وعضو أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة يجتمعون تقريبا كل أسبوعين مقرنا في بغداد، نتخذ بعض القرارات ونحل بعض المشاكل، نحاول ندلل بعض المشاكل. كان لقاءاتنا مع المسؤولين مع وزارة الزراعة حول تسويق مثلا تسويق البيض. صحيح. إلى وزارة التجارة. نعم، خطوة حلوة. فرئيس الوزراء دولة رئيس الوزراء المحترم. نعم. أوعز باستلام البيض من حقول الدواجن العراقية. نعم. بسعر 57 ألف الكرتون الواحد. ممتاز. الآن وزارة الزراعة، وزارة التجارة طلبت وزارة الزراعة من وزارة التجارة إبرام عقود معانا، فخلونا مصاعب يعني ما دللوا المشاكل. نعم. عقدوها. يعني إحنا من نسوق بيض لا هم عندهم مخازن بردة ولا عندنا مخازن بردة. احنا انتاجنا اليومي انسهم، فهم وضعوا 2% خدمات اداريه، 2% ضريبه، ياخذون البيض، يقول لك ناخذ البيض نفحصه ورتبته نعطيك النتيجه صالح او مصالح. بالمقابل هم يستلمون البيض المستورد اللي هو متروك بالمخازن وبالشمس، يستلموه بدون قيد او شرط والدفع نقدي. احنا لا، الفلوس تؤجل، لذلك ما سوقنا بيض. يعني للحاج حتى نعرف تفصيل موضوع. نعم. يعني وزارة التجارة تستورده من قطاع الدواجن العراقي، وين تودي؟ على أساس يسوقوه للأهالي.
يعني حصة تومينية؟ حصة تومينية. وأنا كمواطن من رمضان إلى اليوم مستلم طبقة واحدة بيض إيراني أو مستورد، يعني إيراني مو إيراني مستورد. نعم. بيض من النوع الأبيض، والناس تشكو كانت من عندنا أنه كان مخبوط الصفار مع البياض، لأن دليل أنه قديم. نعم. وكوني مختص بالدواجن جدي تليفونات بعض الأصدقاء يقول بيطعم مر هذا البيض شنو؟ أقول قديم، لأنه قديم. هذا يأثر على صحة الإنسان؟ أي مباشرة. نعم نعم. اليوم أنه أعلى سلطة تنفيذية كرئاسة الوزراء اليوم نطت أمر أنه وزارة التجارة تتعاقدون مع منتجي الدواجن على مود تستلمون البيض من عندهم. الآن دي يشترون منكم بيض التجارة؟ ما يشترون لحد الآن، ما أبرموا عقد وأي حقل، ما أبرموا عقود. قلت لك سوونا فد مصاعب، يعني يقول أنت تعال تجي عليك 2% خدمات و2% ضرائب، والبيض لازم الفحص التتام نعطيك جواب. احنا ما نروح احنا ناس منتجين، احنا مو تجار. هم ما يعجبهم غير يتعاملون تاجر. التاجر سهل عليه. شو نفسرها هاي؟ ليش يحبون يتعاملون تاجر؟ هسه احنا ليش نفسرها؟ هذا الموضوع يعني قد يكون يدخلني بالشغلات. فهمتك. انا كمنتج بيضه انا ارغب ان تكون البيضه من الحقل الى المطبخ العراقي افضل بيومها. نعم. افضل مو يوم يومين مو يومين ثلاثه. أنا يجيني بيض أشهر بالمخازن غير مبردة وبالسيارات المكشوفة ويوزع للمواطنين، أنا تحس في نفسي كوني منتج أو منتج بيض طازة. يعني باستطاعتكم اليوم تتعاملون مع وزارة التجارة؟ نعم. بدون وسيط؟ نعم مباشرة. أي ما ماكو داعي تاجر. أنا سيد تاجر عرض عليه تعطيني بيض أودي للتجارة، بس ما يريد ماركة عراقية. ما يريد ماركة عراقية، صناديق العفو بدون ماركة. أنا لا أقدر أضحي بالماركة مالتي، وما أدري إيش راح يجيب من نوع البيض، ليش نحسب عليه وليش راح على سمعة حقلك. نعم. وهذه الأمور. نعم. نعم. طبعا أحبة المشاهدين عندنا فيديو يوضح بعض الأرقام عن قطاع الدواجن في الوقت الحالي، خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. جانا وياكم أحبة المشاهدين. طبعا للمعلومات تصحيح معلومة أنه إنتاج البيض في 2021 كان خطأ مطبعي عام 2012. عندك تعليق على الأرقام؟ يعني هل قريبة من الحقيقة أنه 57؟ إيه؟ قرار منع الاستيراد لا يزال نافذ. لا مو منع الاستيراد، أنه مفتوح الاستيراد. لا لا لا، اليوم مثلا حكومة الكاظمي مو فتحت الاستيراد فترة معينة؟ لا، صدر قرار منع الاستيراد وفرض تعرفة حاجة لما ارتفعت الأسعار محليا. نعم. كان هناك فتح يسوي له خطة الطوارئ كانت. نعم. هذا نعم. الأمر إغراق سوق. صحيح. غرقوا سوق وأدى إلى تلكؤ بالدواجن، تلكؤ كبير، والناس ذبحت الأمهات والغلق. البياض ذبحوا الدجاج مالهم والفروج عزلوا. الآن عندنا نشاطنا 75% الحمد لله والشكر، وظل الاستيراد هسه الآن مغلق، ولكن التهريب مستمر. تهريب أكثر من المستورد عن طريق الشمال. نعم. يعني إحنا كجمعية أو كمربين دواجن مع استيراد البيض والدجاج حتى نسد حاجة المواطن العراقي، ولكن بمقنن حسب الحاجة. إنتاجنا إيش قد يكون إنتاجنا وإيش قد محتاج السوق، أجيب بضوابط بمقياس بمواصفات البيض العراقي والدجاج العراقي، هو اللي فريش وتازه ومفحوص بإشراف البيطرة. الآن يجي البيض ما نعرف مصادره منين، والدجاج ما نعرف مصادره منين. مسموح المقطعات وبيض التفقيس. الآن دجاج كامل تلقى بالسوق مستورد، والبيض اللي متروس الأسواق في بغداد
سواق الجمله في بغداد صحيح. متروس بيض مستورد ما تعرف زين اليوم بحسب جمعيتكم انتاج الانتاج اليوم كل المشاريع داخل العراق نعم. ايش قد اليوم تكفي الشعب العراقي المجتمع العراقي ايش قد يعني يقدر اكتفاء ذاتي لو ما يقدر لا لا هسه حاليا احنا مستمرين راح نوصل الى نهايه السنه اكتفاء ذاتي وزياده بس بالبيض نعم بالبيض نعم. والدجاج لان دخل عندنا مشروع كبير في محافظه كربلاء يمكن يغطي السوق العراقي هو انتاجنا انتاجه وانتاجنا اها ممتاز نعم يعني مشروع الاتحاد في كربلاء مشروع عملاق كبير اكبر مشروع بالعالم نعم اكبر مشروع بالعالم ما شاء الله بكامل المواصفات يعني مواصفات علميه هذا اذا كفى اذا راح يكفي العراق كله فعليا من الحدود المفتوحه اللي من كل من هب ودب وبعدين اذا انغلقت الحدود احنا لحد الان نبيع البيض بسعر زهيد احنا اليوم نبيع صندوق ب 53 ب 54 53 54 ما واصله الطبقه بخمسه انت ليش يحملوني مسؤوليه الفقير الشاكل مو انا بايعه ب 6 ونص و7 بايع الوكيل او التاجر او الوسيط نعم المفروض اكو سلطات تحاسب هذا الرجل يعني ليش اليوم كنتوا اصحاب مشاريع تفتحون منافذ تسويقيه مباشره احنا مو فارغين للمنافذ احنا ناس منتجين احنا حالين مشاكل الانتاج صحيح مشاكل الانتاج مو سهله حقيقه لا انا يعني يوم من الايام دخلت الى حقل نعم صار اكو خلل بالتهويه او شيء لمده دقائق صار انذار 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 العالم نعم. تروح تركض نعم. عبالك يعني مفاعل نووي مو شيء نعم. بسيط يعني احنا هسه مشاكلنا مثلا قلت لك المي مشكله كبيره اضافه ان المي اللي نوفره يحتاج تعقيم لان من مياه اسنه نجيبه من المستنقعات من الانهر المتبقي بالانهر صحيح المياه راكده بدون كلور يعني عندنا هلاكات يسوي هلاكات يسوي امراض بكتيريه كثيره بدون كلور ما يقدر يشتغل نعم كل هاي الجهد والتعب نعم والعمال عندك وهاي نعم. مثلا اليوم دائره الثروه الحيوانيه بوزاره الزراعه نعم. تزوركم عندها تواصل وياكم مش محتاجين دعم نعم يتابعونا نعم. الناس يعني البيطره العامه والثروه الحيوانيه يتابعوكم باي طريقه يتابعونا يعني شنو مشاكلنا بس هم ما يقدرون يحل مشاكل لان مشاكل جم الثروه الحيوانيه يقول لك ممنوع الاستيراد زين ما يقدر يمنع شغل السلطه السلطه الامنيه على الحدود نعم ما يقدر يعني بعد يقدر يعني صار فور يعني مثل مشروع في محافظه دياله قام يجيب بيض بالسوق يوميا تريلات تريلتين ثلاثه باسم هذا المشروع دائرة البيطرة طلبنا من عندهم أن يسوون تحري على المشروع لقوا عنده 24 ألف دجاجة ما يوازن هذا الشيء من يدي يجيبه هذا استيراد فهذه مو استيراد تهريب مهرب باشماخ بعده مفتوح نعم مفتوح ما حيسيطر عليه نعم المعبر سيء الصيد دائما نعم. يقولون ما يعمل أي هذا اللي عنده مشكلة الآن منفذ إبراهيم الخليل يجيبه عن طريق باشماخ نقطة راس ويدخل من نعم. كل الدول ما يبقى. أي دولة من هنغاريا من هولندا من تركيا يجينا عن طريق باشماخ نعم. نعم هاي ما حلينا هذا المشكله لا ما انحلت ولا اعتقد ما تنحل اها واحنا دا نعاني معاناه يعني نعم, نعم. طبعا احبت المشاهدين مثل ما قلنا لكم انه ارض السواد زار بعض حقول الدواجن في محافظه كربلاء المقدسه واطلع على ابرز التحديات اللي قاعد يواجهوها والمشاكل الكبيره جدا خلينا نشاهد هذا الفيديو راجع بالنسبه للدواجن اللي بكربلاء يعني اكثر محافظه اليوم صار عليها استقبال وصار عليها عمل اكثر محافظه العراق هي في كربلاء ونشاطها قوي اكثر من بابل اها نعم لانه شركه الاتحاد هم محسوبه على كربلاء اي اللي هسه سوت لها حوالي اكثر من 100 قاعه نعم وجاي ينتج الرجل وانتاج نعم. درجه اولى جيد جدا ممتاز بس احنا معاناتنا هي مو بالكثره احنا معاناتنا الدوله والله يساعد الدوله أي. يعني الدوله ناظرت لنا بالمنظار بس ما جاي يتحقق ان المنظار اللي ناظرت لنا به الدوله احنا من عملنا حقول دواجن أي. عملناها تحت تندر ابو احمد اريد اعرف انت من يا سنه تربي دواجن انا من وانا عمري 6 سنوات وانا عمري 7 سنوات اربي يعني مربي. السبعينات نعم من السبعينات نعم قديم من السبعينات واستمريت لحد هاللحظه اي احنا اخذنا قروض عن طريق المبادره الزراعيه
بال 2012 بال 2012 اي من اخذنا القروض؟ القروض اخذناها ضمن ضوابط، ضمن جدوى اقتصاديه. الجدوى الاقتصاديه تقول كان الوقت بذاك الوقت مو هذا الغلاء، هسه اوف الغلاء احنا بس اكو الى مرادف المفروض من صار هالشكل، من صار السلبيات لازم نسوي لها ايجابيات حتى نعدل الموقف. صحيح. احنا من دخلنا بالجدوى الاقتصاديه نعم عن طريق المبادره الزراعيه، الجدوى الاقتصاديه يقول تبيع كيل الدجاج ب 3000 دينار. ايه. تقول نحمي لك المستورد. نحمي المستورد ماكو مستورد. ثلاثه الاسعار ثابته ويعطيك ارباحك بالسنه ايش قد. اشتغلنا على ضوها 2012 2013 الحمد لله والشكر، ما عندنا لا ذيك الامراض ولا ذاك الوباء. يعني ابو احمد بين قوسين لما نطوكم المبادره الزراعيه نعم وفروا لكم ضمانات. نعم وقالوا لكم نبيع تبيع ب 3000 اي وعطونا ب 3000 يحسبناها عن طريق الجدوى الاقتصاديه ايش قد راح تربح بالسنه، يعطونا ارباحنا بالسنه. نعم فهذا التخيل اللي اجانا وخلانا بلشنا. فمن صرنا بال 2012 و13 اشتغلنا الشغل كان جيد جدا يعني ما بي تلف. حلو. بعدين من 2013 تطورت الزراعه، تطورت حقول الدواجن. ايه. قام اكو ناس مغرضه، تدري انت بلد وبلد تو ناشئ تو ناضج، فقاموا يردون يدمرون الثروه الحيوانيه، يردون دمار عز الزراعه. نعم. دمار ثروه الدواجن. الدواجن هذا مو تربيه، تصنيع. يعني انا جاي هي صناعه الدواجن جاي نصنعها تصنيع. صحيح. فاحنا هذا الطير ياكل 3 كيلوات 3 كيلوات علف ياكل. اي 3 كيلوات علف الطن مالته ب 830 الف الطن الواحد. اي من تريد تعطي الطن كملت تصير حالتك لا سمح الله حاله مرضيه. اي الحاله المرضيه نروح نجيب الادويه، الادويه كلها مستورده خارج نطاق السيطرة النوعية، ماكو سيطرة نوعية عندنا بالعراق. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم. حاجة يعني نتكلم الأخ أبو أحمد على هذه المواضيع، موضوع المبادرة الزراعية، أكو ناس عانت من هذا الموضوع؟ إن الحد الآن ما مسددة هذا الموضوع أكيد كثير كثير منهم. حقيقة هي المبادرة الزراعية من المشاريع العملاقة واللي تنمي القطاع الزراعي بكل دول العالم. وبالذات بالعراق من اعظم المشاريع هو المبادره الزراعيه، بس مع الاسف ما راحت بمكانها. شلون؟ يعني احنا كان عندنا مقترح هاي المبالغ اللي تقدمت الى اصحاب الحقول لو يأهلون حقولهم القديمه افضل ما يعطوا قرض. اكو حقول قديمه اخذت قروض يعني نسبه 50% حقول قديمه هي تعبانه. يعني هي الدوله مباشره تأهل؟ لا هو يفرضون عليه تأهيل حقوله. نعم. مو يعطوه قرض، شرط من الشروط اهل حقولك. ليش انا اعطيك يعني اعطيك قرض وتروح تشتغل والحقل هو تعبان؟ البايو سكيورتي وغيره لازم ولا تفريغ ولا النظام الحديث وبناء بلوك وبناء عادي والسقف قصب وبردي. اسوي حقول حديثه بهذا ماشي. اعطيته لجان متابعه لهذه الحقول لما يعطوه قرض يروح يربي امهات. يروح رب امهات يتابع هذا رب امهات لو لا ماكو متابعه ما حد متابع. هي هاي المشكله. لذلك الاغلب خسر خسروا هواي لانه هذا احنا عندنا مثل يعيش من حيله يموت من الفقر. لما هو احتال على الدوله او احتال على البعض منهم اي نعم هذا تلكى من تلكى ما عاد يسدد ما عاد غير بيته وخلى عياله حالين بدون بيت. الله يساعد. نعم لو صح. كان يشتغل بطرق علميه واللي بيعطوه مليار. دكتور اريد اسالك على نقطه مهمه. احنا يوم من الايام صورنا حلقه في كربلاء في بابل عن طريق الدكتور هاشم قماش احد المشاريع صورناها. بعد يومين من عرض الحلقه او يوم واحد التقى بيكم دوله رئيس الوزراء. نعم. وانت كنت حاضر هذا اللقاء؟ نعم مع الدكتور هاشم قماش. نعم. ورئيس الجمعيه وكثير من الشخصيات. نعم. اريد اعرف ايش صار حديث، ايش دار حديث، ايش تنفذ من كلام ووعود رئيس الوزراء؟ احنا كنا نطمح اكثر. هو رجل ما قصر يعني بدايه حقيقه وجه وزاره التجاره حول الاسلام. منو كان حاضر وياكم بالاجتماع؟ من مستشارين من مجلس الوزراء. نعم. ومن وزاره الزراعه، وكيل وزاره الزراعه، والوكيل الفني دكتور ميثاق. نعم.
ومن وزارة التجارة المسؤولة عن الاستيراد وحدة ست. المهم يعني ذول الموجودين الطرف الثاني الحكومي واحنا القطاع الخاص. وكل مصرف العراق للتجارة هم كان موجود. أعتقد نعم. بس هو كان يعني أحد المستشارين قدم له عرض قال له إحنا ليش بنجيب لهم مواد ندعمهم بسعر إحنا نشتري مواد؟ قال له لا ما عندنا مبالغ نشتري مواد إحنا. هاي قبل إقرار الموازنة. نعم ما عندنا فلوس نشتري مواد. خلاص انتهت. يا بشتروا من عندهم البيضة ب 57 وإلى اليوم ما استلموا من عندنا صندوق واحد على 57. الخلل وين؟ الخلل وزارة التجارة. لازم تتعاقد ويا وزارة الزراعة. إيه لا وزارة الزراعة وجهونا كمشاريع وجهونا نروح نتعاقد مع التجارة. نروح نتعاقد مع التجارة. نعم. إيش دار يعني مثلا أتذكر كانت أكو أزمة دولار بهاي الفترة اللي التقى بيكم. نعم. وفر لكم تسهيلات على المنصة على الأمور؟ لا. لحد الآن ماكو؟ لا. وجه قال إذا واحد عنده منصة خلي يتعامل وياكم، إحنا في وقتها ما حد يتعامل ويانا منصة. لا مجهزين أعلاف ولا مجهزين مواد ولا الأدوية. وإلى بعد اللقاء مع دولة رئيس الوزراء يمكن بشهرين شوي انحلت الأمور، قاموا الاتحاد يجيبون مواد يبيعون على المنصة. يعني بين قوسين أوامر دولة رئيس الوزراء صار بيها تلكؤ بسبب بعض الجهات. نعم تلكأت بالذات وزارة التجارة. بالذات وزارة التجارة. كان متحمس إلى أن يدعمنا. أها. يعني يدعمنا شنو باستلام المنتوج من عندنا خلاص. إحنا هو اللي نريده هذا. زين عندكم اتصال مباشر مع مستشاري رئيس الوزراء يعني لحد الآن ما تنفذت قراراته. نعم متصلين بيهم. ولو أكو صارت لجنة. متابعة ال. وين اللجنة؟ وين عمل؟ واللجنة عضو بمجلس الإدارة ويانا. ويان باللجنة الأمر الديواني ولحد منو من منو مثلكم كان على المظفر كرئيس لجنة رئيس الاتحاد هو نفسه كان وياهم باللجنة وقدم لك يعني طلبات كثيرة بخصوص هاي الموضوع موضوع البيض موضوع الحد من التسيب الموجود يعني هذا فرض علينا صحيح نعم. صحيح طبعاً أحبة المشاهدة أيضاً عندنا لقاء مع شخص آخر من مستثمري في قطاع الدواجن خلينا نشاهد هذا اللقاء وراجعين قطاع الدواجن مر بالعديد من الأزمات الاقتصادية صحيح. اللي أثقلت كاهل المنتج صحيح إذا نقدر نقول من دخول داعش تقريباً أو بعام 2015 14 نهاية 2014 نعم. بداية عام 2015 مرينا بأزمات اقتصادية أثقلت كاهل المواطن نعم تعرف قطاع الدواجن من بعد 2003 الحكومة أنطت قروض مبادرة زراعية صحيح. أنشأت العديد من المشاريع وهذه المشاريع تعتبر الأولى بالعالم يعني مشاريع حديثة وعلى وشركات أوروبية يعني حاليا نشاهد أن نتاجات قطاع الدواجن هي بنتائج المبادرة الزراعية نعم عندنا مشاريع تنفذت من القروض المبادرة الزراعية تقريبا نقدر نقول وصلنا للاكتفاء الذاتي من أو نريد نوصل للاكتفاء الذاتي من لحم مشاريع اللحم اما بيض المائده يعني نقدر نقول مشاريعنا حاليا اللي موجوده بالبلد تقريبا طاقتها الاستيعابيه 45 مليون دجاجه وهذا تقرير من مديريه الثروه الحيوانيه الاداره صحيح. العامه للثروه الحيوانيه صحيح. لكن حاليا اللي موجود تقريبا بالمشاريع 30 مليون دجاجه ليش هذا التهريب؟ بسبب طبعا تخبط بعض القرارات من وزاره الزراعه وسبب دخول التهريب منتجات حاليا بيض يدخل من دول الجوار يدخل بكارتون إنتاج عراقي طازج وهذا اللي غش المواطن به إنه إنتاج عراقي وطبعاً بأقل من تكاليفنا تعرف إحنا تكاليف الإنتاج عندنا جداً عالية صحيح كهرباء غاز وغيره نعم غياب الدعم صح. من قبل الجهات المعنية أنا انطاني قرض حتى أنشئ مشروع لكن ما حماني لا حمى إنتاجي ولا قدم لي أي دعم تعرف عن الغاز اليوم الكميات اللي انا استلمها هي ما تكفي المشروع لكن سعر اللتر عند الدوله هو 400 دينار علي انا كمشروع تجاري 750 دينار يعني ممكن مع علم انت مشروع منتج لازم نعم. اقلل عليك لازم نقلل الاعلاف ايضا الاعلاف استيراد قطاع خاص الدوله ما لها علاقه باي شيء احنا نستورد وتذبذب الاسعار طبعا احنا مرينا بفترات مثل ما قلت لك ايام داعش كان للجمعيه العراقيه رعايه منتجي الدواجن دور كلش مهم اريد اعرف اسرار على هذه الجمعيه شو تتاسست شنو نظامها باي محافظه موجوده
فرحها وين؟ اريد اعرف معلومات عنها. نعم، الجمعيه ما كان اسمها الجمعيه العراقيه رعايه منتجيه الدواجن، كانت بسنه السبعينات يعني. اها قديمه. نعم قديمه. نعم. كانت تعمل، وكان اكو برنامج حكومي سابقا نعمل عليه. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين. تكلم على موضوع الغاز وهاي الامور، اكو مو اكو قانون او اكو تسهيلات للمشاريع المنتجه؟ نعم، يعني حقيقه من نروح نراجع دائره النفط، انا طبعا من صاحب مشروع ما اراجع، لانه ايضا هو مثل التجاره هم تعقيدات، يعطينا على قدر المولدات العدي الكميه ما تكفيني اسبوع. ما تكفي اسبوع. مي. فما تسوى ان اسوي معامله كشف واروح واجي كذا بالوقت اللي انا اشتريه، فرق بسيط عن بالسوق التجاري. انت ايش قد تحتاج غاز كمشروع يعني كمعدل؟ يوميا فد برميلين ثلاثة. برميلين ثلاثة، يعني ايش قد تكلفته اليومية؟ يوميا البرميل ب 120 ألف تقريبا. 250 ألف؟ نعم. 250 ألف باليوم، يعني كل أربعة أيام مليون دينار تقريبا. نعم. مبالغ كبيرة جدا. مبالغ كبيرة. نعم. يعني هو اكو انه مدعوم بس اكو اجراءات معقده، لا مو هناك الدعم الكبير، السعر الرسمي اخذه ويصلي بحدود ال 95 الصندوق البرميل. نعم. وانا اشتري 120. زين. فهاي الفرق انا متقبله لانه الحاج الحال الان مشكلتكم هي المشكله المستمره موضوع الدولار، كيف اليوم قاعد توازنوا؟ احنا ندري انه اغلب اليوم مو كاعلاف، كالمواد الاوليه الاعلاف هي مستورده، فول الصويا وغيرها. نعم. الادويه وغيرها، شلون قاعد توازنوا موضوع الدولار؟ والله موضوع الادويه واللقاحات على الدولار اللي هو نافذ بالسوق 147 يو اس دولار، ولكن الاعلاف مشروع الاتحاد وشركه الريان لانتاج الاعلاف وفروا صويا وفروا ذره وفروا علف ارخص من سابق. من السابق ارخص بواحد. ممتاز. يعني طن العلف الان ب 800 طن علف ممتاز، بينما كان مليون و50. رقم جيد، يعني هذا النزول كبير جدا. يعني 100 طن هو واحد فرق، 50 طن هو واحد فرق. صحيح. كذلك الصويا، الصويا يبيعوها الان ب 900 و900 920. الصويا يجيبوها مستورده ولا مزروعه؟ لا، لانه عندهم معمل الزيت جابوا بذور صويا. نعم. لإنتاج الزيت. نعم. والناتج الثانوي هو كسمة فول الصويا، كمية إنتاج 2000. الناس ما تقبلت الزيت اللي بالصويا يعني كمواطن. على كل حال هو أنت هذا الزيت فممكن نستخدمه للدواجن. لا لا، هو زيت ينزل للتجارة. نعم، للتجارة مباشرة. ينزل للتجارة الديار. صحيح. الدار. الدار أتوقع. الدار. الدار. نعم. فكسمة فول الصويا اللي هي إنتاجيتهم عالية 2500 طن يوميا. ممتاز. تتواصل لكم؟ لا، توصل الا بسعر هواي فرق عن سابقا. هواي زين. اكو شيء ايجابي. 700 دولار كانت ب 700 دولار. ايه، ب 700 دولار بالان هسه فوق المليون، هم يبيعون 900 هسه. يعني بوسط هاي السلبيات اكو شيء ايجابي الحمد لله. اكو ايجابي، احنا هسه متاملين خيرا. يا الله. بحقيقه متاملين خيرا، يعني انهم مستمرين بالعمل، بس لو الدوله شويه يراقبون المنافذ الحدوديه. اراقبه هسه من يدخل البيض، من يدخل الدجاج، يوصل الى التجار في بغداد. ما معقوله يعني، انتم ما معقوله ماكو واحد يراقب ذولا منين يجيبون البيض وشلون يجيبوه؟ التجاره ليش تستلم من ذولا التجار؟ لحد الان احنا طبعا ما عرفنا. بس توصل لكم معلومه للامان. نعم. لانه لما التاجر يعرض عليه يريد مني 1000 كرتون، اقول له ب 47 ب 57 يقول لي ما يخالف، شلون يودي للتجاره؟ يبيعها ب 60. زين، شلون تريد من عندي ب 57 تجاره مثلا؟ فالامور نادلها شويه حل. فاحنا معاناتنا هذه، معاناتنا ماكو وضوح بالتعامل معانا. نعم. بالوقت اللي احنا ناس منتجين واشرف مهنه واحسن مهنه وما نعيفها. حقيقه ما نعيفها. ليش اكو ناس يريدوا تعفوها؟ لا، غصبا علينا عافوها جماعه. هو لو يستمر الحال هيك الناس عيفه، بس احنا مستمرين على البقاء بها. شغله حلال، شغله محترمه، معيشين عمال، مفرين ماده، ساهمين بالسله الغذائيه بالعراق بطريقه اخرى. يعني ان شاء الله انا اتامل كمنتج نهايه هذا العام ان شاء الله نسد الحاجه المحليه للعراق كلها.
نعم، ولكن اليوم اكو بعض الناس اللي حقيقه وصلوا صوره عليكم انه نعم. اذا ينغلق المستورد او التهريب الحالي نعم. نعم. راح ترتفع الاسعار. اكو وعد اليوم من منتجي الدواجن بالعراق انه الاسعار راح تظل ثابته نفسها اذا حتى المنافذ الغير شرعيه وغير قانونيه اغلقت. حقهم يقولون هذا الكلام. اذا منعوا الاستيراد 100% نعم. هسه حاليا ما نكفي. هي ازداد الطلب. صحيح. من ازداد الطلب ازداد السعر، هاي تشيط حالي كل طبيعية اقتصادية. نعم. ولكن اذا يجيبون حسب حاجة البلد، احنا ننتج 70% يجيبون 30% يبقى السعر مستقر واحنا تنافس المستورد على السعر الحالي مالنا. احنا حقيقة مقتنعين، احنا الان مقتنعين. جيد، هو جيد عموما حاليا احنا مقتنعين بالدجاج اللي هو صح متدني، بس وين اسعار الاعلاف اللي هي شوي نزلت فادتنا طبعا. نعم. وكذلك المواد العلفية نزلت، فيعني احنا مستفادين، مو مستفادين 100%، ولكن اذا استمر الحال عليه ويكون الاستيراد مقنن او دخول البيض مقنن احنا نعم. ما يصعد السعر. طبعا احبت المشاهدين، يعني ممكن اغلب المواطنين ما زايرين حقول الدواجن الحالية حقيقة، يعني اليوم اكو اجتهاد كبير وعمل كبير جدا من مربي الدواجن والعاملين بصناعة الدواجن. فعلا هي صناعة صارت أجهزة حديثة، قاعات متطورة عالمية، يعني اليوم القاعة نافس القاعات التركية مثلا اللي هي دولة مهمة جدا بالدواجن بالعالم. خلينا نراوي لكم فيديو اليوم على التطور اللي وصلت له إلى صناعة الدواجن بالعراق. شاهد هذا الفيديو وراجع. يعني بين قوسين صناعة الدواجن بالعراق متطورة. أكيد يعني احنا أحسن لو دول الجوار بالتطور، التطور الصناعي. التطور يعني حالنا حال تركيا، تركيا حاليا هسه المكان مالكم صينيه وبلجيكيه، العراق مكان الصينيه وبلجيكيه. نفس الشيء، بس احنا عندنا القوانين والعقبات اللي داخل العراق احنا نعم. قبل ما ندخل لهذا، طبعا احبت المشاهدين هالقد ما انه هذه التقنيات مضبوطه 100% مثل ما نقول، مكائن حديثه، انه حتى بها اجهزه انذار اذا مثلا اجى واحد فتحها او اذا تقلل الرطوبه او شيء يعطيك. نجرب اجرب. تقدر تجرب. هذا يعطيك انذار يعني هنا. هذا البيض نعم. اكو حراره بعد. نعم 99.7 هسه احنا قد يعني خلينا نقول هنا تقريبا 37 الى شيء. هو احنا الصيف كاتب يعني. احنا نسدها اذا سدها راسا الصوت يروح. نعم. اضافه الى الاهم من هذا كله، انا اقدر يعني اقلب لا. سجل يعني هسه انا خلل عدي زين خلل عدي خلال شهر اقدر اتبعه، عندي سجل كامل التغييرات اللي صارت داخل الماكينه، ارتفاعه وانخفاض درجه الحراره والرطوبه، او حتى هاي فتحه الباب هسه راح يقول لي اياها، يقول لي اجي شخص فتح الباب خلال هالقلب. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين وشاهدنا هذا الفيديو عن التطور الكبير. يعني بين قوسين انا سالت على اسعار هذه الحواضن او هاي الاجهزه نعم. الاف الدولارات. نعم. يعني بين قوسين دفعتوا دم قلبكم بيه. نعم. انا عندي 20 سيت. نعم. 20 سيت كلها بلجيكي. مين تستورد دائما؟ بلجيكي. انا جبتهم من بلجيكا. اها. جبتهم من بلجيكا، عندهم مفقد سيت كبار. ايش يعني؟ يعني يوم صناعه الدواجن بالعراق متطوره. جدا. وبها عمالقه بصناعه الدواجن وقدامة ودي يشتغلون شغل حلو. يعني قلت لك المشاريع اللي هي المانيه ايطاليه بلجيكيه هولنديه مشاريع اوروبيه محترمه، حتى التركيه مو قاصره. لا زين مثلا الشركات مثلا الالمانيه البلجيكيه لما يسلموكم هاي الاجهزه او نعم. الادوات نعم. يظلون على تواصل وياهم انتم؟ طبعا لازم يعني طبعاً. موضوع صيانه اولا سوبرفايزر يجي بالتنصيب وبالتشغيل حتى يشوف الشغل ماله، وبعدين على تواصل، وبعدين هو الاجهزه كلها مربوطه على الكمبيوتر مراقبه. يعني اني يصير عندي عطل يصلحوا لي من الشركه من هناك، يدخلون على العطل ويوجهوني وين العطل الكترونيا. لا تزال موجوده. حلو. لا تزال موجوده. هاي اجور تعطيهم لو لا لا دخول على الكمبيوتر بدون، بس اذا احتاجت سبير بارت يرسلوا لي وانا احول المبلغ. ها كله بعقود وهاي الامور جيد يعني متعاونين معنا واحنا دافعين المبالغ. يعني عموما احنا اليوم بالموقع الاقليمي احنا من الدول المتطوره يعني. ويبشر بخير حقيقه. يعني مثلا احنا متطورين اكثر بالدواجن لو مصر؟ لا مصر يعني بإيطاليا متطوره. تربيه بدائيه بمصر وسواسعه. بس يعني بالامراض الدواجن بالفيروسات متطوره. اها. نعم. احنا لو ايران؟ لا هم.
متطورين. نعم. اها بالاجهزه بهاي الامور. نعم. احنا لو تركيا. لا تركيا، تركيا يعني دوله صناعيه. نعم. تركيا دوله صناعيه، ايران ايضا دوله صناعيه. ايران هسه عندنا حقول محافظه واسط كلها ايرانيه. حلو. وسهل العمل بها. بسعر ارخص. اي وسهل العمل بها. كل سنه يجي يسوي لها ادامه. يجي فريق ايراني مبالغ يعني بسيطه، يجي فريق ايراني يسوي لها ادامه. نعم نقدر نستفاد من الخبره الموجوده بالدول الافضل من عندنا بموضوع الدواجن. كل زين. مكاتب هسه الشركات الايطاليه عندهم مكتب بغداد. شركه هولنديه عندهم مكتب. عربيا نعتبر احنا الاول. عربيا هسه احنا الاول كالعراق كتطور متطور الحمد لله. ناسنا يشتغلون حقيقه، ناسنا يشتغلون ما يبالون بالصرف على الحقول. لذلك هم متاثرين ومتالمين لانه دا يشتغلون ودا يصرفون. نعم. ثاني حاج يعني باخر زياره لي للدواجن لاحظت مشكله. يجوز هي ما ظاهره للاعلام بموضوعة الدواجن. موضوع المعاناة اصحاب الدواجن مع العمالة. نعم. مع الموظفين او العمال. نعم. دي يتركون لان انت ما تقدر تطلع اكثر من 400 او 500، اكو ناس تدور رعاية اجتماعية 250 ويعوف لك العمل. لا والله احنا الحمد لله هسه حتى العامل الزين وصل راتبه عندنا 750 600، اقل راتب هو 550. اقل راتب. اقل راتب 550. نعم. اللي هو عندي 15 سنة اذا طلعت تقاعد اطلع 500. زين شنو السبب انه شاهدت انا بعض حقول الدواجن اتجهت للعمالة الأجنبية؟ العمالة الأجنبية ما ياخذ إجازة. صار انا مو دا اشجع عليها. لا احنا نتكلم واقع اليوم. ما اشجع عليها ولكن هذا العامل نايم بالموقع. يعني 24 ساعة موجود بالموقع. الفرق بين العامل العراقي، العامل العراقي عامل صحي يريد يعيش، لكن اكو عنده التزامات اجتماعية ما يقدر يتخلى عنها. عرس، مرض، خالة، ابن عمه بالمستشفى حقه ومو حقه. وإجازة ينزل كل أربعة أيام يوم. العامل الـ الأجنبي لا باقي بالمشروع. ليش ما تحاولوهم اليوم على قانون عمل ضمان اجتماعي؟ عندكم هيك توجه كجمعيه؟ اكو توجه ان شاء الله نحطهم افضل حتى. نعم. تكون قانون حتى نضمن لهم حقوقهم ان شاء الله. نعم. طبعا احبه المشاهدين بما انه ذكرت هذا الموضوع، الاستاذ تحسين او حسنين عفوا في محافظه كربلاء اللي يعمل في مهندس في احد الحقول، الحقيقه عنده معاناه بموضوعة العماله وغيرها من هذه الامور، فسرها بالكثير من الامور. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. قبل ما نصور تكلمت لي انه قلت انا عبالي انه الشبح الاكبر اليوم على صناعه الدواجن هو الاستيراد، وهذا شيء متفقين عليه. اكو شبح اخر هو العماله. العمالة. اليوم العامل العراقي ما يشتغل هنا شلون يعني؟ فهم يعني هسه احنا معروفين وكل اصحاب المشاريع حتى التجاريه قاعد يفضل العماله الاجنبيه. حاليا احنا انتاجيه العامل العراقي جدا منخفضه. يعني ساعه الموظف العراقي احنا الدوله قاعد تصيح ان عندنا بطاله مقنعه. شوي شوي البطاله تحولت الى مو عجز. يعني هسه حاليا العامل قاعد يجيب يقول انا قاعد اخذ من الدوله 250 بدون ما اشتغل، يعني قاعد يسجل على نظام الحمايه الاجتماعي. باقي الدول يعني حتى يريدون تدعم الدوله، تعطي راتب اسمي تقول له روح اشتغل بمكان لحد ما تثبت زين، يعني هو العمل يعطيك. بس انا يعني العمال اغلبهم هو عندي عمال بطلوا. يقول انا روح اسجل بنظام يعطيني 250 الف وانا قاعد بالبيت. وانا قاعد بالبيت. انا شو بدي اعطيه؟ انا يعني امكانيه اعطيه بالشهر 400 450. ما لا ما اقدر. الحل شنو بوجهه نظرك؟ يعني الحل الدوله تسوي قانون لازم تدرسه، انت تعطيه 250 بس استفاد منه. يعني اكو دول تقول لا تعلمني لا تعطيني سمكه بل علمني كيف اصيد. انت هذا الشاب علمه كيف يعمل، مو تعطيه سمكه. يعني 250 اليوم وباكر وبعد سنه وبعد 20 سنه تبقى تعطيه 250 حولته الى عاجز، انسان عاجز غير منتج. يعني هو مو عمره 60 سنه حتى تعطيه مثل باقي الدول تعطيه راتب قاعد. يعني هي انه شروط الرعايه الاجتماعيه تعطي لاي شخص انه ما يشتغل. ما يشتغل. هذا غلط. هذا مو صحيح، يعني ليش هو ما يشتغل؟ مين خالفه اقول له اليوم انت قاعد انا اعطيك راتب، بس افتر على المعامل شنو حاجتكم؟ انا هسه محتاج عمال، تعال سجل اسمي محتاج عمال. جيب لي من دولة لما تجيبه تدفع عنه راتب وقول له روح لابو العمل. ويوم اللي ما اريده يعني يوم اللي ما اريده لازم اكو اسباب وتدعمني الدوله. باقي الدول يعني ابو المشروع يخابر الدوله يقول هذول العمال غير منتجين يجون ياخذوهم، احنا العكس، احنا الكل وقف ويا العامل والعامل غير منتج. وانا اتصور هسه ال 250 راحت. انت ايش قد تعطي هنا؟ نعم. تقريبا ايش قد تعطي؟ العامل حسب كفاءته من ال 450 اكو يوصل حتى المليون دينار. يعني العامل فهو يقول لك 250 نايم بالبيت افضل. 250 نايم بالبيت يقول لك راح اجاني بعدني مو كفو، عقب ما يوصل راتبي مليون او 800 انا ما يعني كلش كافي عليه 250
ويعمل بالشارع خيط اللي على 350 كيلو كان كلش كف عليه. قاعد تنشأ أشياء عاجزة، أو الأغلب قاعد يدور على تعيين مال الدولة، والدولة إحنا كلش نعرف إن ثلاث أرباع الموظفين الحكوميين هم بطالة مقنعة. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين. ما معاني معاناة كبيرة مع العاملين؟ حقيقة مع العاملين معاناتنا، لأنه العمال اللي عندنا هو العراقيين دول حقهم علينا. إيه. وعوائلهم برقابنا هم. مختاريهم بعناية. فعلاً نحن يعني مختارين عمال. دائماً أهل الدواجن تحبون العاملين من نفس المنطقة. نفس المنطقة. أفضل. لا إيش أبعد المنطقة. لا. أها. نعم. يعني حتى نعم. ما يروح يجي لأهله. نعم. بكلمة أخيرة حاجة نريد نعرف اليوم، وأنت اليوم تمثل الجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن، طلبكم الكبير والأساسي من الحكومة العراقية. حقيقة احنا الطلب كل طلباتنا متقدمة إلى رئيس الوزراء السابق والحالي. شنو الفرق بين السابق والحالي؟ لا يعني كلهم مقدمين. ايه شنو الفرق؟ يعني قدمنا لهم يوم ما كنا نتائج. اها. كذلك وزير الزراعة السابق والحالي. أيه. يعني مثلا سيد الخفاجي من الطلبات اللي احنا هسه يعني من سنة 1982 قانون 13 قطاع الزراعي المعفي من الضريبة. أيه. ضريبة الدخل. وكذلك الدواجن طبعا قطاع زراعي. احنا قبل من 2003 لحد قبل سنتين معفيين من الضريبة. ها صار سنتين توقف الإعفاء. وقدمنا طلب إلى وزارة المالية ورفعنا عن طريق مجلس النواب ووافقونا عليه، لحد الان ما صدر الاعفاء. يعني احنا هسه ما نقول اعطونا دعمونا، اعفونا من هالموضوع هذا. قطاع الدواجن فوق يعني فوق ضمن هو معفيه الزراعه، هي معفيه الزراعه اولا، وثانيا البيض اللي دا يدخل للعراق ودا يدخل الى سوق بغداد، سوق جميله وسوق زويني، يعني ما معقوله ما حد يراقبه منين جاي وليش جاي هذا بالكميات الهائله. حتى لو صحيا راقبه بس صحيا اليوم المواطن، يعني انت من تروح لوزاره التجاره ليش ما تسوون عقد ويا الحقول؟ احنا مستعدين لننتج بيض، ليش تحطون عقبات؟ نعم. كل التحيه والشكر لك الاستاذ المهندس محمد جفلاوي، عضو مجلس الاداره للجمعيه العراقيه لرعايه منتجي الدواجن. شكرا جزيلا على كل المعلومات، وتحياتنا للجمعيه. شكرا لكم. صاله عن نفسي ونيابة عن جميع العراقيين لرعاية منتجي دواجن ومربي الدواجن بالعراق كافة، نعم، نقدم الشكر الجزيل لكم، لأنه القناة الوحيدة اللي مهتمة بينا بقطاع الدواجن اهتمام عالي. نسأل الله لكم التوفيق والسداد في عملكم. ربي يحفظك. وشكرا جزيلا. الله يخليك. شكرا جزيلا على هاي الكلمات. أشكرك. طبعا أحبة المشاهدين، لا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض السواد، اللي حقيقة اليوم نضم صوتنا اليوم لمنتجي الدواجن. هناك امور بسيطه وسهله، يعني اليوم احنا ما نحكي انه مثلا اكو دوله بالغصب قاعد ترسل لنا مثلا مواد او قاعد فاتحين الاستيراد. يعني اليوم وهي محافظات عراقيه، محافظات شمال العراق كردستان، فنحاول انه جهد الامكان انه حل هذه المواضيع اللي اليوم نقول عليها البوابات الغير شرعيه اللي قاعد تدخل من هذه المواد. الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ارض السواد، نلتقيكم بحلقات اخرى. الى اللقاء.